له مقومات يعني روحية، تربيت ناري الروح، وهو الامتداد الصوفي للشيخ القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش. ويكفي أن اسم بركة رفع هذه البركة وأوصلها إلى العالم، فرحمة الله على الفقيد الذي ترك لنا فراغا كبيرا، ولكن بفعل امتداد الموجود في نيزار حفظه الله، أنه سيبقى هذا التراث له امتداد، وهذا التعايش وهذا الجمع عفوا النبيل دائما يذهب. هذه المرة الثانية. إذن أخيرا لكي لا أطيل، فامتداد التراث من الأجداد إلى الأحفاد هو تحت الرعاية المولوية، ونحن نكرس ونعزز هذه القيم، قيم التعايش والانفتاح، وشعار هذا الدورة كله انفتاح على العالم. وشكرا للحضور الكريم وكذلك لتلبية الدعوة.